انتشر مؤخراً مصطلح القبة الحرارية، والذي بات محل اهتمام هواة ومتابعي الطقس في الوطن العربي، حيث تعرف ظاهرة القبة الحرارية بأنها منطقة من الضغط الجوي المرتفع في طبقات الجو العالية من الغلاف الجوي، أي على ارتفاع أكثر من 5 إلى 6 كيلومترات. وعندما تتشكل المرتفعات العلوية على منطقة ما ويصاحبها ظاهرة القبة الحرارية، يسبب ذلك ارتفاعاً ملحوظ على درجات الحرارة، لأن المرتفع الجوي يتسبب بهبوط الهواء أسفل منه، فينضغط الهواء وينحجز في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض ضمن إطار هذه القبة الحرارية. وتسيطر القبة الحرارية في هذه الأيام والأيام القادمة على شمال غرب إفريقيا وجنوب أوروبا، وتسبب اشتداداً في موجة الحر على العديد من الدول الأوروبية قادم الأيام، بما فيها إيطاليا وإسبانيا، ولاحقاً تمتد إلى اليونان وتركيا، وسط مؤشرات على استمرار الموجة الحارة لأكثر من أسبوع. ومن المتوقع أن تقترب درجات الحرارة في صقلية وسردينيا من 48 درجة مئوية، مما يهدد الرقم القياسي لأعلى درجات حرارة في التاريخ المسجل في أوروبا، والذي تم تسجيله في صقلية في أغسطس عام 2021 بواقع 48.8 درجات مئوية. أما في الوطن العربي فتشهد موسمياً منطقة شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي تأثير المرتفع الموسمي في طبقات الجو العليا، وبالتالي فإن القبة الحرارية تسيطر في كل عام على منطقتنا. وعندما تتوافر ظروف أخرى كمنخفضات سطحية حرارية أسفلها، فإن ذلك يسبب ارتفاعاً لدرجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية في بعض الدول الخليجية.